اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. بعد قيام دول اوروبيه باستخدام نوع من الاجسام المضاده بيسموها وحيده النسيله لعلاج الكورونا، وابتدت تقييم فعاليتها، اتعاقدت عندنا وزاره الصحه لتوريد هذه الادويه، خاصه بعد ما الاف دي اي ادت ليها موافقه طارئه لهذه الادويه في علاج الحالات الخفيفه او المعتدله من مرضى الكورونا، خاصه بعد ان تداولت ان الشركه المصنعه لهذه الادويه ان دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق كان اول مستخدميها، وقالت الشركه المصنعه انه تم انقاذه من كورونا في خلال 6 ايام. احنا هنتكلم عن 3 حلقات يا جماعة عن الأدوية اللي بيتم حاليا تجربتها على مرضى فيروس كورونا، وهل فعلا هي فعالة ولا لأ. والنهاردة هتبقى أول حلقة عن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهنكتشف كل أسرارها وهل هي فعلا مفيدة ولا لأ، وإيه مدى خطورتها، ومين المستفيد من التعاقد بتاع وزارة الصحة عشان يجيب هذه الأدوية لتجربتها على مرضى فيروس كورونا. خليكم معايا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بكم مره تانيه في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي الاجسام المضاده احاديه النسيله؟ دي حاجه بنسميها يا جماعه نيوترلايزنج انتيبوديز دراج، ودي عباره عن بروتينات بنصنعها في المعامل عشان تساعد لجهاز المناعه في محاربه والتصدي للفيروسات. من انواعها اللي الشركات صنعتها لحد دلوقتي نوع اسمه سوترو فيماب، وده عباره عن مزيج من دوايين، باملاني فيماب وايتيزي فيماب، ودول الدوايين اللي استوردتهم او تعاقدت عليهم وزاره الصحه بتاعتنا، وده طرحته شركه إلي ليلي عشان تعالج حالات كوفيد الخفيفه او المعتدله بالتعاون مع شركه ايبي سيليرا الكندية. زي ما قلت لكم في البداية ان وافقت الاف دي اي على استخدام الطارئ ليه، وكان دونالد ترامب اول مستخدمين الدواء ده. بيدوه لكبار حتى الاكبر من 65 سنة وللاطفال فوق 12 سنة، بس لازم وزنه ما يقلش عن 40 كيلو جرام على الاقل. عشان يضمنوا فعالية اكبر يجب اخذ هذه الادوية عند بدء اعراض كوفيد 19 بفتره قليله لا تتجاوز العشر ايام، مع وجود دليل على ان في التهاب رئوي في الفحص الاشعاعي، وثلاثه او اكثر من عوامل الخطر اللي هقولهم دلوقتي. يعني يكون السن مثلا اكبر من 65 سنه، الامراض المصاحبه، يعني عنده امراض في القلب، عنده امراض الضغط، عنده امراض الرئه، يكون من مرضى ضعف المناعة أو بياخد أدوية مثبطة للمناعة، عنده ورم خبيث نشط أو بياخد علاج كيميائي، أو عنده سمنة البي ام اي أو مؤشر كتلة الجسم أكتر من 35. بيدوه للناس اللي أصيبت بالفيروس أو متواجدة في ظروف تجعل الأشخاص دي أكثر عرضة للإصابة، يعني زي ما يكون مثلا قاعد في دور رعاية المسنين أو السجون، أو للناس اللي ما خدتش اللقاح بشكل كامل أو أخدت اللقاح وعندها ضعف في المناعة. بعد كده يا جماعة عندنا نوعين تانيين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة اسمهم كازيري فيماب وإمدي فيماب. طيب كيفية تحضير وتناول هذه الأدوية؟ البملاني فيماب والإيتيزي فيماب بناخد إزازة بملاني فيماب 700 ميلي جرام، تركيز 700 ميلي جرام، الإزازة بيبقى فيها 20 ميلي من المحلول، وإزازتين من الإيتيزي فيماب اللي هو بتركيز 1400 ميلي جرام، الإزازة كل إزازة 20 ميلي و20 ميلي يبقى 40 ميلي، وبحطهم يا إما في 50 ميلي محلول ملح أو 100 ميلي محلول ملح أو 150 ميلي محلول ملح أو 250 ميلي من محلول الملح، وبقلب الكيس برفق يا جماعة حوالي 10 مرات للاختلاط، بس اتجنب هز الكيس واسربه خلال الوريد. لو حطيته في 100 ملي محلول ملح على الاقل اسربه في خلال وقت ما يقلش عن 21 دقيقه. طب لو حطيته في 100 ملي محلول ملح على الاقل
اسربه في وقت خلال 31 دقيقه. طب لو حطيته في 150 مللي محلول ملح على الاقل خلال 41 دقيقه. طب لو حطيته في ربع لتر محلول ملح، لو كان وزنه اقل من 50 كيلو جرام خلال ما يقلش عن 70 دقيقه اقعد اديله في الدواء، لكن لو وزنه اكبر من 50 كيلو جرام اديهوله خلال 60 دقيقه كحد ادنى للتسريب. يعني ما سرعش التسريب يا جماعه. بعد ما ينتهي المحلول بغسل الكانيولا بمحلول ملحي لضمان وصول الجرعه الكامله، ولازم يا جماعه نراقب المريض اثناء وبعد العلاج لمده ساعه على الاقل، في حين انه يحصل مثلا عنده حمى، يحصل عنده رعشه، يحصل عنده هبوط في ضغط الدم، يحصل عنده حكه، يحصل عنده ضعف طفح جلدي. خلي بالنا يا جماعه ان لو حصل طفح جلدي او اي من الاعراض اللي ذكرتها دلوقتي اثناء التسريب الوريدي بنوقف تماما المحلول وما بياخدش الدواء نهائيا. اذا لم يتم استخدامه، يعني انا حضرت المحلول بتاعي وما استخدمتوش مباشره، ممكن اخزنه لمده 24 ساعه في الثلاجه في درجه حراره من 2 ل 8 او 7 ساعات في درجه حراره ما بين 20 ل 25 درجه مئويه. اما بالنسبه للكازيري في ماب والام دي في ماب، فتخزين الدواء بيتم ان الازايز بتاعتهم يا جماعه بتقعد في 16 ساعه في درجه حراره الغرفه اعلى من 25 او تقعد 48 ساعه داخل الثلاجه في حاله عدم الاستخدام المباشر للزجاجات بعد فتحها. طريقه التحضير بتاعتها بناخد الازايز يا جماعه وبنحطها خارج الثلاجه لمده ثلث ساعه وعشان توصل لدرجه حراره الغرفه، بس مش لازم نعرضها للحراره المباشره عشان نسخنها بسرعه عشان نعجل عمليه ان هي توصل لدرجه حراره الغرفه ونتجنب عمليه الهز. بنسحب الدواء بسرنجتين منفصلين من كل دواء على حده وبنحطه في محلول الملح، وزي ما قلت لكم على الدوايين الاولانيين بنقلب الكيس 10 مرات للاختلاط بدون هز، ويجب استخدامه مباشره طبعا لانه ما فيهوش اي مواد حافظه، لكن ممكن لو انا حصلت اي ظروف وما استخدمتهوش بسرعه ممكن اخزنه في الثلاجه لمده 36 ساعه او احطه في درجه حراره الغرفه لحد درجه 25 درجه مئويه، بس بيقعد مده لا تزيد عن 4 ساعات. ولو انا دخلته الثلاجه ورجعت استخدم المحلول تاني لازم استنى لحد ما يبرد لمده نص ساعه خارج الثلاجه لحد ما يوصل لدرجه حراره الغرفه. طيب يا جماعه ايه حقيقه هذه الادويه؟ التجارب السريريه يا جماعه قالت ان هو قلل المخاطر لقدرته انه يمنع الارتباط الفيروسي وانه يدخل الخليه اللي بيستهدفها الفيروس، وبيقلل كمان حاجه اسمها الفيرال لود او كميه الفيروس في الجسم، وعن طريق تحييد الاجسام المضاده، وده قالوا ان هو حسن الاعراض بعد الاصابه بالفيروس بوقت قليل وقلل احتماليه ودخول المستشفى وقلل احتماليه الوفاه بنسبه تصل ل 87%، وده يا جماعه اللي اتنشر في تقرير في المجله الامريكيه نجم او نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن. تم تجربه الدواء يا جماعه في المرحله الاولى على 769 شخص مصاب بالفيروس، اعراضهم كانت خفيفه لمعتدله، الناس كانت اكبر من 12 عام. بعد كده تمت التجارب بتاعه المرحله الثانيه على 452 مريض، بعضهم ادوله العلاج الحقيقي والاخر ادوله الوهمي. الحقيقي بيقول لك ظهرت الاعراض على الناس بنسبه 1.6%، لكن العلاج الوهمي ظهرت الاعراض بنسبه 6.3%. مديره مركز تقييم الادويه والبحوث في الاف دي اي يا جماعه قالت سنواصل تقييم البيانات الجديده حول سلامه وفعاليه هذه الادويه عندما تصبح متاحه. يعني ايه عندما تصبح متاحه؟ يعني هم دلوقتي ما عندهمش معلومات مؤكده على سلامه هذه الادويه. تمام يا جماعه؟ وكانت صرحت الوزيره السابقه بتاعتنا ان مصر اجرت تجارب اكلينيكيه مع منظمه الصحه العالميه للعقارين، وده دليل يا جماعه ان هي من الادويه التجريبيه. عايز اقول لكم ان كان المفترض ان تدفع الحكومه الامريكيه للشركه حوالي 375 مليون دولار مقابل 300 الف جرعه، وكان المفترض ان تدفع 812.5 مليون دولار مقابل 650 الف جرعه اخرى، ولكن ده خلى من الطبيعي ارتفع
أسهم شركة إيلي ليلي اللي هي مقرها في إنديانا بوليس بنسبة تصل ل 5.2%، خاصة بعد أن ساهم أحد أدوياتها في زي ما روجت الشركة في شفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تم تداول كمان أخبار يا جماعة إن الأسباب تتعلق بالسلامة، أوقفت شركة إيلي ليلي تجربة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج الكورونا مؤقتا، وأعلنت الحكومة الأمريكية وقف توزيع هذه الأدوية بعد اكتشاف مقاومة السلالات الجديدة ليها. عايز أقول لكم على مفاجأة، لما نيجي بنفتح إحنا كأطباء بالورقة بتاعة البابلاني فيماب يا جماعة، البامفلت بتاعها لما بتيجي تفتحوا أي بامفلت بتاعة أي دواء يا جماعة بتلاقوا المفروض فيها معلومات، ايه هو الدواء، ايه هو استخداماته، ايه هو موانع الاستعمال، ايه هي الاثار الجانبية. الدواء يا جماعة الروشتة كلها او البامفلت اللي موجودة جوه ما فيهاش اي كلمة الا انك انت تدخل على الموقع لو انت عايز اي معلومات عن هذا الدواء. ده الشكل بتاع الدواء اللي اسمه باملاني فيماب يا جماعة، زي ما انتوا شايفين النشرة فاضية ما فيهاش اي حاجة. كمان يا جماعة ادي النشرة بتاعة الدواء التاني اللي هو ايتيزي فيماب، بفكها قدامكم اهي. النشرة يا جماعة للأسف ما فيهاش برضو اي معلومات تخص الدواء، لان الدواء ده تجريبي لسه بيتجرب على المرضى، ودي كارثة في حد ذاتها. زي ما انتوا شايفين الورقة فاضية خالص، ما فيهاش اي حاجة تخص الدواء الا انهم عاوزين، زي ما انتوا شايفين ادي الدواء اهو، النشرة طويلة عريضة ما فيهاش اي حاجة او اي معلومات تخص هذا الدواء الا لو انت تدخل على الموقع ده طبعا، والموقع مش هتلاقوا فيه اكتر من المعلومات اللي انا قلتها في الفيديو. وده دليل قاطع يا جماعة ان هذه الادوية ادوية تجريبية على مرضى فيروس كورونا. للأسف يا جماعة في اكتر من 79 علاج بالاجسام المضادة قيد التجربة. لكن السؤال، مين المسؤول عن توريد هذه الادوية في ظل عدم ثبات الجدوى بتاعتها ولا حتى معرفة الاثار الجانبية المترتبة عليها؟ من يتحمل الاذى بتاع المريض الذي لا يعلمه احد بسبب تناول هذه الادوية؟ تم الاعتراف بان فاموتيدين، عارفين دواء المعدة، كانت طلعت شوية افتكاسات ان دواء المعدة مفيد في علاج الكوفيد، تم الاعتراف بان هو مش مفيد لعلاج الكوفيد. الايفرميكتين او الدواء بتاع الديدان يا جماعة اللي انا نزلت عليه فيديو من سنتين من ساعة انتشار فيروس كورونا وقلت يا جماعة هو غير مجدي لاستخدامه في الفيروس، تم اثبات ان الدواء ده غير مخصص لعلاج الفيروسات ولم يتم الموافقة عليه من FDA، رغم انه ما زال اطباءنا الكرام يصفوه في حالات الكورونا حتى وقتنا هذا. من يتحمل هذه المسؤولية؟ دواء كلوروكين تمت الموافقة اللي هو بتاع الملاريا، تمت الموافقة على استخدام الطارئ ليه وتم من FDA، بعد كده سحبت FDA موافقتها وقالت ان هو غير فعال بسبب خطورته كمان على القلب. وحاليا يتم دراسة دواء أملوديبين اللي هو زي النورفاسك، الأملوديبين يا جماعة اللي هو دواء الضغط، واللوسرتان أدوية دواء ضغط برضو كأدوية لعلاج فيروس كورونا. عايز أقول لكم كمان بعد ما وزارة الصحة جابت اللوفيا اللي هو الدواء اللي هو لوبينافير والريتونافير اللي هي الأدوية اللي بنستخدمها في علاج الإيدز، اكتشفت الدراسات عدم فاعليتها لعلاج فيروس كورونا. وزارة الصحة كانت استوردت هذا العقار لعلاج المرضى. الأدوية وحيدة النسيلة تاريخها الانتهائي يعني خلال الأيام دي تاريخها قريب جدا. من يتحمل مسؤولية توريد هذه الأدوية من الناحية المالية ومن الناحية الصحية للمرضى الذين يتلقوا هذا العلاج في العيادات الخارجية؟ أدوية غير معروف أثارها الجانبية. فيروس كورونا يا جماعة محتاج تعامل حذر أو تعامل حذر بحذر مع الأعراض الخطيرة، لأن ده فيرال انفكشن يا جماعة، ده محتاج سوائل دافية أو سوائل باستمرار وراحة فقط، لأن هو أي فيرال انفكشن في الدنيا مفروض أنه
بيد ريست وليكويد انتيك، راحه في السرير وشرب سوائل. لذلك يا جماعه احذروا من تجارب الادويه، ولو اي حد مفكر ان اي دواء ممكن ياخده بيعدي على جسمه وخلاص فاحنا محتاجين نراجع نفسنا. اتمنى المسؤولين لما يجوا يتعاقدوا على دواء لازم يعرفوا ان الدواء ده خلاص يعني فعلا افكتيف لعلاج الحالات اللي انا هتعاقد عليها، علشان اتلاشى الاهدار المالي وعلشان اتلاشى الاضرار الصحيه اللي احنا حتى ما نعرفش عن الادويه التجريبيه، زي ما وريت لكم البامفلت شكله عامل ازاي وما فيهوش اي معلومه عن الدواء. بيتهيألي حضراتكم يمكن اول مره تشوفوا بامفلت ما فيهوش معلومات طبيه عن الادويه. اتمنى ان الرساله تكون وصلت لكل الناس، اتمنى ان الناس تهتم بمناعتها كويس جدا، تهتم بكل حاجه بتاكلوها يا جماعه، لان هي دي الاساس اللي بيتخلي المناعه بتاعتكم ضعيفه تجاه الفيروس. الحالات الشديدة زي ما قلنا الأدوية دي اللي نازلين يجربوا بيها على أدوية كورونا، هو قالوا إن هو بيستخدم الحالات الخفيفة للمعتدلة. طب ما الحالات الخفيفة المعتدلة يعني إن شاء الله مش هتقلب بحالات متطورة، ولو قلبت عندنا المستشفيات وعندنا أطباء يعني قدرتهم وكفاءتهم عالية جدا للتعامل مع الأعراض في المستشفى الخاصة بمستشفيات العزل والفرز لعلاج مرضى فيروس كورونا. ولكن يا جماعة مش معقول نخلي مرضانا وسيلة للتجارب هذه الأدوية. طيب الوسيلة للتجارب، طب في ناس بتبقى فولنتير عشان تجرب هذه الأدوية بتاخد مقابل فلوس، مين اللي أخذ مقابل تجاه التجارب هذه الأدوية على علينا هنا؟ أنا بتكلم على مصر، معرفش طبعا باقي الدول حصل فيها إيه، ولكن أنا بتكلم هنا على مصر. اتمنى ان رسالتي تكون وصلت، اتمنى الساده المسؤولين يراعوا ضميرهم، اتمنى ان رساله الفيديو تكون افادت كل الناس. يا ريت يا جماعه لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتم مع دكتور حنس حشمت، الف سلامه.